بتركيز كبير يستعد المهر جمال للظهور أمام عشاقه من الأطفال وحتى الكبار. جمال إشريني عشق مجال التهريج ليصنع في خرجته أجواء من النشاط والضحك لدى الأطفال لمدة قاربت 10 سنوات. هذه عندي فضلها لي ربي، عندي 9 سنين في المجال هذا والحمد لله ما زلت قادر نواصل. هذا هو الواجب تاعي سما يعني نحو الأولاد ونحو الطفل خاصة، لأني راني قاعد نقدم فيه حوايج سما مليحة بزاف للطفل وراني نلقى استجابة كبيرة بزاف. سلسلة العروض التي قدمها جمال طيلة هذه المدة أكسبته حب الجميع، خصوصا بخرجته التي عرف بها لدى الأطفال المرضى داخل المستشفيات لرفع معنوياتهم وتخفيف ألم المرض عنهم رغم كل الانتقادات والتنمر التي تعرض لها طيلة هذه المدة. راني نقوم بزيارات للمرضى، نقوم كما نقولوا زيارة تاعي للمرضى هادو بيسكو ما يحتاجوا بزاف كما نقولوها الفرح وكلش اللي نحيو عليهم الألم هذاك. وتعرضت أيضا للتنمر، أنه الناس كانوا يشوفوا الحاجة هذه شغل تبهليل، حاجة تافهة، وإنما هي ليست تافهة، هي حاجة نبيلة وحاجة كما نقولوها هي رسالة أمل، رسالة إيجابية للطفل وللمجتمع. هو فن نبيل وإنساني يحمل في طياته رسائل إنسانية وجب زرعها في جيل الغد ليكون جمال خير سفير لهذا المجال.